نشرة الأخبار بالتلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. تباحث في انخراط المؤسسات الاقتصادية في مسار المسؤولية المجتمعية ودعمها لجهود الدولة، ومحافظ البنك المركزي يؤكد أنه خيار لا محيد عنه. للمساعدة على مجابهة الانقطاع المدرسي، وزارة التربية تتسلم من إيطاليا أكثر من 95 حافلة وشاحنة مخصصة لنقل التلاميذ والأكلات المدرسية. تجدد الاشتباكات في السودان بعد ساعات من الهدنة بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع، ونداءات لتوفير موارد مالية إضافية لمجابهة شبح الكارثة الإنسانية. الثامنة من تونس، أهلا بكم. البداية بالشأن المالي، حيث شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية في تحديد مصادر التمويلات المشبوهة. كان ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وسنوفيكم مشاهدينا الكرام بالتقرير ريثما يجهز. في الحمامات انطلقت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية، المنتدى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية. وسط مشاركة لافتة للخبراء وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات، انطلقت بالحمامات أشغال النسخة الثانية للمنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية، المنتدى الذي ينعقد تحت شعار التحولات الرقمية رافعة لاستراتيجيات المسؤولية المجتمعية، يعد بحسب منظميه فرصة هامة للمؤسسات التونسية عبر الانخراط في مسار المسؤولية المجتمعية، سيما في ظل التوجه العالمي في هذا الخصوص. دونك المؤسسة التونسية اليوم ما عادش تنجم تصدر، ما عادش تنجم تتعامل كمعناها حريف أو كمزود لمؤسسات عالمية إذا كان ما تكونش عندها حد أدنى من المسؤولية الاجتماعية. المؤسسات المدرجة أنها سواء في البورس ولا المؤسسات الكبرى ولا المؤسسات العمومية، أنهم يتخذوا سياسات لإدراج المسؤولية المجتمعية عندهم، لازمهم يقيسوا ويقيموا كل عام مدى تطورهم. في السياق، اعتبر محافظ البنك المركزي انخراط المؤسسات في مسار المسؤولية المجتمعية لم يعد خيارا بل أولوية، باعتبارها من العوامل التي تضمن قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أكدت وزارة البيئة دعمها للمؤسسات التي انخرطت في مسار المسؤولية المجتمعية عبر إدخال عديد التغييرات في السياسات القطاعية لضمان استدامة التنمية. وزارة البيئة تدعو كافة المؤسسات لتطوير أنماط الإنتاج وأنماط الاستهلاك، وكذلك هذا منها داخل في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي اللي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري بتاريخ 3 فيفري 2023. المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الذي يتواصل على امتداد يومين، وتم أثناءه تخصيص فضاءات لعرض تجارب بعض الشركات في مجال استراتيجيات المسؤولية المجتمعية، سيختتم بتتويج 8 مؤسسات حققت نتائج ناجحة في مسار المسؤولية المجتمعية. الهاجس الأكبر الذي يواجه الشاب بمجرد أن تخمره فكرة الدخول إلى عالم المال والأعمال وبعث المشاريع، غالبا ما يكون التمويل ثم المتابعة ومرافقة المشروع ووضعه على الطريق الصحيحة. وفي هذا الإطار، سعى الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد التام إلى بحث هذه الأركان الرئيسية لإنجاح أي مبادرة، وذلك ضمن اليوم الجهوي للتعريف بهياكل المساندة والمرافقة وآليات وبرامج التمويل التي تتيحها الدولة لفائدة الباعثين الشبان. مريم باحثة في مجال تثمين النفايات وحاصلة على براءة اختراع في مجال التثمين الذكي للنفايات، استعدت منذ الصباح لحضور فعاليات اليوم الجهوي للمؤسسات الناشئة بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة.
اليوم في تونس نعاني من برشا مشاكل بيئيه خاصه في مجال التصرف في النفايات. عندنا برشا مصبات عشوائيه، عندنا تلوث في الهواء، تلوث في المائده المائيه، هذا الكل نتيجه لعدم التصرف المستدام في النفايات. بما اني سجلت براءه اختراع في مجال تثمين النفايات تمثل في بعث وحده مندمجه لتثمين النفايات، اليوم جيت للندوه هذه باش نكتشف البرامج الموجوده ونكتشف نتعرف على المؤسسات وهياكل المسانده اللي تنجم تعاوني في بعث مشروعي. الأطراف الكل موجودين باش معناها نحط اون فالور الوليدات والناشئة، هذم أولا وبالذات نشجعوه باش يدخلوا في الفكرة وإحنا نساندوه ونأطروه. ابعث ونجح مؤسستك الناشئة هو شعار هذا اليوم، وقد ضم ممثلين عن هياكل المساندة والمرافقة وبرامج التمويل، كما تم استعراض قصص نجاح عدد من الشبان في كسب ثقة واهتمام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فتبنتها على مستوى الإحاطة والمرافقة والبحث عن مصادر تمويل لها، على غرار مشروع بعث منصة للعلاج عن بعد لكل من فادي وياسين. منصة تسمح انه نعملوا اللي نسميوه نحن تيليميدسين، اللي هو المرضى يعديوا على عن بعد عند الاطباء، تسمح للطبيب انه معناها يعمل الجاغ الدوسي ميديكال بتاع المرضى بتاعه عن طريق المنصه هذه، باش نوفروا زاد بما اني انا باحث في الاعلاميه في المجال الذكاء الاصطناعي باش نوفروا معناها ادوات معينه ديزوتي بتسمح للمريض في داره ولا للطبيب انه يستعمل الادوات هذه باش يشخص ولا يكون عنده تشخيص اولي للمريض بتاعه. تعرفنا على بعضنا في البرنامج هذايا ستارت اب اي، انا انجنيور انفورماتيك في البرمجه وهو الاختصاص نتاعو في الذكاء الاصطناعي. مشكلة التمويل سهلة برشا، وقت لبعث المؤسسة الناشئة يمشي يفركس على المعلومة ويلقى لونكادرمون، يلقى بوكو دو ميكانيزم الدولة موفرتهم اللي ينجموا يعاونوا ويخرجوهم الصعوبات الموجودة فيه، خاصة الصعوبات نتاع الفلوس. تو فما أزمة معناها في البلاد، معناها ناقص شوية معناها الأمور بحول الله بتظافر الجهود، احنا مع السلطات الجهويه الوطنيه قاعدين معناها نحاولوا باش تتحل المعضله هذه، خاطر المال قوام الاعمال. ويتيح هذا اليوم الجهوي فرصة التعاون بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، كما يوفر فرص الشراكة والتكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة، وخاصة منها تلك التي تعتمد الذكاء الاصطناعي. بالعودة إلى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي، شدد رئيس الدولة قيس سعيد على الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية في تحديد مصادر التمويلات المشبوهة. كان ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي قام معه اليوم بلقاء في قصر قرطاج. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الذي قدم لرئيس الدولة القائمات المالية للبنك المركزي وتقرير مراقبي الحسابات لسنة 22 و2000. وتناول اللقاء أيضا وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولا زالت تنتفع بها جهات بدورها مشبوهة، حيث لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون. وكانت التوازنات المالية أبرز اهتمامات رئيس الجمهورية أمس في لقائه رئيسة الحكومة نجلة بودن، لقاء شدد من خلاله على ضرورة التعويل على قدرات تونس الذاتية وفي مقدمتها ثروتها البشرية القادرة على تصور آليات جديدة من شأنها المساهمة في تجاوز الصعوبات التي تشكو منها البلاد. وتحتاج تونس لتعبئة موارد الميزانية المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 23 و2000 إلى تمويلات داخلية وأخرى خارجية للوفاء بالتزاماتها، وفي ظل عدم القدرة على تعبئة موارد خارجية بسبب تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان التوجه إلى السوق الداخلية وآخره إمضاء وزارة المالية اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار، وهو تمويل يعتبره بعض الاقتصاديين غير محمود لما يسببه من ضغوط على السيولة.
إذن في شأن التربوية، كد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن الجامعة العامة لن ترفع قرار حجب الأعداد وستواصل نضالاتها إلى حين التوصل إلى اتفاق جدي مع وزارة التربية. ووضح توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لا يشمل الجامعة العامة للتعليم الأساسي. وشدد الشابي على أن النقابة ستواصل تنفيذ القرارات المنبثقة عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 9 مايو الجاري والمتمثلة في المضي قدما في حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة بالنسبة لثلاثي الأول والثاني والثالث، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بالجهات تتوج بيوم غضب وطني سيحدد تاريخه لاحقا. في إطار التعاون الثنائي جبهات الانقطاع المدرسي، تسلمت وزارة التربية أكثر من 95 حافلة وشاحنة لنقل التلاميذ في إطار قرض إيطالي، وهي مخصصة لنقل التلاميذ والأكلات المدرسية. نبدا نجي صباط يتقطع، نتعب كي نجي مروح ونجي نتعب ما نلقاش شكون يروح بي، نحب ونقل نحن غير ظروف خيبة برك. بكل هذه الحسرة المتسللة من نبرة صوته ونظراته المنكسرة، يتحدث ياسين عن ظروفه وهو تلميذ السادس ابتدائي الذي اضطر منذ 4 أشهر إلى الانقطاع عن الدراسة جراء ما يتكبده يوميا من عناء التنقل لكيلومترات طويلة بين منزله المتاخم للحدود ومدرسة إسرائيلية بفريانة من ولاية القصرين. فهنا تغيب كليا وسائل النقل التي تؤمن وصول التلاميذ إلى المدرسة، وهو ما يدفع العديد إلى الانقطاع عن الدراسة. أصدقائي ما يحبوش يبطلوا، يحبوش كون يعاوننا باش أصدقائي ما يبطلوش. إشكال ياسين وأصدقائه في المدرسة وربما هو إشكال آلاف التلاميذ الآخرين في ربوع هذه المناطق قد يجد طريقه للحل مع تسلم وزارة التربية لأكثر من 95 شاحنة جديدة لنقل التلاميذ بمختلف ولايات الجمهورية في إطار قرض تفاضلي من إيطاليا دعما للتعاون التونسي الإيطالي لمجابهة الانقطاع المدرسي. أكثر من 95 حافلة للنقل و13 حافلة لنقل الأكلات إلى أبنائنا التلاميذ في المدارس النائية أين يدرس التلاميذ حتى بدون أكلة في ظروف صعبة. هذه العربات هو قرض ميسر، هذم كلهم ماشي يتوزعوا على الجهات وخاصة على الأماكن والنائية. طبعا هذا عدد مش يكون كافي، ولكن هو مهم لأن نحن تعرف من بين أسباب الانقطاع المدرسي هو زوز عوامل: البعد عن المدرسة، أكثر من 10,000 تلميذ ينقل عن طرف ديوان الخدمات المدرسية يوميا، ثم تقريبا 75 مليون أورو موجودة على ذمة البلاد التونسية هيبة محطوطة وتنتظر تفعيلها. هناك مشروع مثل ما قال السيد السفير نتاع 700 مليون أورو أخرى بصدد الإعداد لدعم تونس. هذه ليست سوى خطوة أولى، فلنا مشروع كامل وبرنامج للتعاون في الجانب التربوي، هنالك 17 مليون أورو مخصصة لذلك. سنعمل كذلك على دعم تعليم اللغة الإيطالية في المدارس التونسية، وهذا المشروع هو أحد المشاريع التي تدعمها الحكومة الإيطالية، خاصة وأن هنالك 700 مليون أورو ضمن برنامج في طور الإعداد لدعم التعاون مع تونس في مختلف المجالات. حافلات لنقل تلاميذ المناطق الداخلية إلى مدارسهم قد تساهم ولو جزئيا في حل إشكال النقل المدرسي الذي يعد واحدا من بين أهم أسباب الانقطاع المدرسي لآلاف التلاميذ سنويا في هذه المناطق. تعد التربية البيئية بوابة لتنمية الوعي في الوسط المدرسي، إذ يدرك التلميذ من خلالها العلاقة بينه وبين محيطه، وتجسيدا لذلك تم إنشاء منتزه بيداغوجي مدرسي اعتبر نموذجيا بالمدرسة الابتدائية بشارع بورقيبة بالمطوية.
في تجربة نموذجية فريدة وبإمكانات ذاتية خالصة، منتزه مدرسي بكل مكوناته تنجزه المدرسة الابتدائية شارع بورقيبة بالمطوية في سياق مشاريع بيداغوجية تربوية مجددة لتطوير قدرات التلميذ وتعزيز مكتسباته المعرفية. مشروع نال الجائزة الوطنية الأولى من بين المشاريع التربوية المجددة التي نظمتها وزارة التربية. انفتاح على المحيط باعتبار هذا المشروع هو قبلة للزوار، تلاميذ من داخل ولاية قابس من خارج الولاية وكذلك للمجتمع المدني والأولياء. ثم هذا المنتزه الضخم بتكاليف نهزت 15,000 دينار هو بمساهمة فعالة من أهالي المطوية، بالمناسبة نتوجه لهم بالشكر الجزيل. الصغير الصغير يلمس بالملموس معناتها بالمحسوس، كل شيء يشوفه بعينيه، الحيوانات كل قدام عينيه، ما عادش نستحقوا للصورة احنا توا. ما شاء الله تبارك الله، يعطي صحة سي عبد الباسط في الفكرة هذه. أنا أول ما شفت الفكرة هذه ما توقعتش أنها بتتجسم على أرض الواقع. ساعات نستحقوا إحنا في مشروع الحيوانات باش نخرجوا رحلة مثلا، ماش مستحقين باش نخرجوا رحلة، كل شيء موجود بحذان، كان للترفيه ولا للاستفادة، كل شيء موجود بحذان لهنا. منتزه مدرسي طوع أولا الفضاءات المتاحة بهذه المؤسسة التربوية وأثث بمكونات مثلت الإضافة النوعية المنتظرة للإطار التربوي والتلاميذ على الحد السواء. الإيقاظ العلمي تأخذنا معلمتنا ستي سعاد إلى هذا المنتزه فنتعرف على طريقة التنقل عند الحيوانات، وخاصة أنا يعني هذا المنتزه قد زاد في بهجة التلاميذ. مدرسة شارع الحبيب بورقيبة مدرسة جميلة ورائعة، فيها الأزهار والأشجار في كل مكان. نحب هذا المنتزه لأنه يزين المدرسة ويبهجها، فهو جميل يحتوي على كثير من الحيوانات، يساعدنا على تعرف الحيوانات. تبع الحيوانات معناتها يجي للبيطري معناتها باستمرار يشوفهم يداويهم، تلقيح متابعة به معناتها مكلتهم، نظافة يوميا مع السيدة مبروكة، كيف والمتحف هذايا كيف كل معناتها كل ما فيه حاجات أثرية حاجات قديمة نحاول إنها باش ما تندثرش تقعد هنا معناتها في المتحف هذايا. منتزه مدرسي وتتويج وطني، حلقة جديدة من تتويجات عديدة تحصدها هذه المؤسسة التربوية في السنوات الأخيرة، وهي التي أحدثت منذ سنة 1917. بموازاة التطور العلمي والطبي يكد الباحثون التونسيون بالعودة إلى الطبيعة في اكتشاف نباتات طبية مكافحة لأمراض عدة وذات آثار صحية ووقائية جيدة. وتثمينا لمجهوداتهم تم عرض أحدث هذه المنتوجات الصحية المبتكرة من البحوث التونسية في تظاهرة علمية ببيت الحكمة. تثمين النباتات الطبية واستثمارها عبر تحويلها إلى دواء لعلاج ضغط الدم والسمنة، ذلك ما توصل إليه الباحث بكلية الطب سوسة سعد السجان بالتعاون مع جامعة سوكوبا اليابانية. نباتة اللي عندها مفعول ضد السمنة وضد توسكي سكونابيل ديسليبيديمي معناتها تغيرات في الشحم في الدم وكذا، عندها مفعول مع النبتة الأخرى اللي عندها مفعول توا بيبلي مش بيبلي سبعاتر بروفتي اللي يخص ليبرتونسيون اللي هي زادة مشكل عالمي ومشكل في تونس. معناتها احنا تو مش نعملوا هذا كان نلقاو معناتها في تونس، اللي يهمنا أكثر هو تكون معناتها الأبحاث، ولكن ما نلقاوش مثلا دي فيرم فارماسوتيك اللي تحاول تاخذ البراءة هذه وتدخل هي في أكثر الأوقات البراءة تنجم تبقى على حالة. اختراع آخر وفيه كذلك تثمين للموارد البيولوجية في تونس في نطاق البحث العلمي، حيث نجحت الباحثة بمعهد باستور إريج المسعدي في اختراع بروتين مشتق من سم الأفعى يمكن استخدامه كعلاج لبعض الأمراض التي تشمل العيون. لو باركور اللي نتاع البحث العلمي هذايا اللي وصلنا به من جزئية
مشتقة من سم الأفعى حتى اللي وليت معناتها اختراع وفيها براءة اختراع وفيها نضج تكنولوجي حتى اللي توا معناتها البراءة الاختراع هذية توا تتسمى فيها ليسانس ديكسبلوتاسيون واللي باش نحاولوا في المشوار القادم معناتها نثمنوها ان طونكو معناتها علاج عند الإنسان. هذه البراءات والاختراعات والمنتجات المبتكرة في مجال الصحة والمستمدة من أبحاث تونسية تم عرض نتائجها خلال تظاهرة علمية ببيت الحكمة. بدينا على الأول كنا ندتشوا وما كناش نعرفوا نعملوا البحث، تعلمنا نعملوا البحث وتعلمنا معناها نكتبوا معناها المقالات العلمية، ومن بعديك تعلمنا نعملوا براءات وتوا عنا صغار وكبار اللي قاعدين يكونوا في دي ستارت اب وقاعدين معناها عندهم وجود على مستوى العائل دولي واحد. دونك فما ناس قاعدين مستعرفين بهالبحوث التونسية. احنا توا عنا دور باش نخمو مع بعضنا اللي كيفاش المجتمع التونسي والاقتصاد التونسي نستنفع من النتائج هذوما. هذا واكد كافة المتدخلين على ضرورة تثمين نتائج البحوث العلمية العديدة والمتنوعة وتقريب المنظومة البحثية من المؤسسات الاقتصادية لتفادي هجرة الأدمغة. الشباك الموحد لاستكمال إجراءات سفر الحجيج الميامين إلى البقاع المقدسة يقدم خدمات الحجيج ويجمعها في فضاء واحد لتسهيل الاستعدادات للسفر إلى بيت الله الحرام في 14 من جوان المقبل. سعيا لتوفير أحسن الظروف لحجيج ولاية قفصة إلى البقاع المقدسة، شهد مقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة على مدى اليومين الماضيين حركية كبرى بعد تركيز الشباك الموحد المخصص لاستكمال إجراءات سفر الحجيج، والذي ضم مجموعة من ممثلي الإدارات الجهوية المعنية إلى جانب البنوك والخطوط التونسية. وقد أعدت المصالح برنامجا متنوعا لفائدة الحجيج لمزيد الإحاطة بهم. تجميع كل الخدمات في ليزات بقفصة، كلها تصريف فلوس، بنوك، شرطة، صحة عمومية، إدارة شؤون دينية، ثم إقامة قمرت والخطوط الجوية التونسية. إجراءات الكل باهية والحمد لله، يعطيهم الصحة يكثر خيرهم الكل، فرحوا بينا والحمد لله وربي يوفق الجميع، إن شاء الله نمشوا سالمين نروحوا غانمين. تتويج لجملة من الإجراءات المتعلقة طبعا منذ التسجيل إلى التراتيب الإدارية الصحية، الدروس التوعوية لكل المصالح المتدخلة في الموضوع، حضرموت التونسية، الشركة الوطنية للخدمات والإقامات، والبريد والبنوك، الصحة العمومية، الجوازات، المصالح البلدية، باش تسهل وتتمم إجراءات السفر للبقاع المقدسة. هما فما ثلاثة تلقيح يستعملوا، فما فاكسان تعملت في المستوصفات، يجيب من يثبت اللي هو عمل الفاكسان هذيك، ونكملوا له للاستكمال باش نعطوه الدفتر نتاع الجواز نتاع التلقيح نتاع العبور. بشوق لزيارة بيت الله الحرام وانتظار دام 15 سنة، حدثنا الحاج محمد الحسناوي الذي استوفى جميع إجراءات السفر والتلقيح المطلوبة إلى جانب حضوره حصصا للإرشاد الصحي ونصائح وتوجيهات المرشدين الدينيين وكيفية أداء مناسك الحج. الحمد لله لما تسنف النهار جانا الحمد لله، ونتمنى كان في زيارة لبيت الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وشكر لله. ويبلغ عدد الحجيج لهذا الموسم من ولاية قفصة 291 حاجا وحاجة، وستنطلق رحلة الحجيج من مطار قفصة كسارة الدولية يوم 14 من جوان القادم. قامت منظمة اليونسكو بشراكة مع البنك الدولي والهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة بيوم دراسي لتقديم نتائج بحث بشأن تنفيذ الحق في المعلومة في تونس والتدابير اللازمة والتوصيات العلمية لتعزيز فعالية هذا الحق وتنفيذه. بعد إطلاق ورشات تفكير وتقييم حول وضع حق النفاذ إلى المعلومة في تونس والتي شملت مناطق الشمال الغربي والوسط والساحل والجنوب، تم خلال يوم دراسي تقديم نتائج الدراسة المسحية حول تنفيذ حق النفاذ إلى المعلومة والمكاسب التي تحققت في ترسيخ هذا الحق.
ورشات استهدفت مسؤولين محليين وممثلي البلديات ومكونات المجتمع المدني. ركزنا على الإجراءات اللي يتضمنها القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016، حاولنا نبسطوا الإجراءات ونبسطوا المفاهيم أقصى إلى أقصى حد ممكن. شنو معناها مطلب نفاذ؟ شنو معناها المعلومة المشمولة بالقانون هذا؟ راهو المواطن بإمكانه أنه يتقدم مطلب نفاذ بإجراءات سهلة بتحرير، يعني المطلب متاعه ممكن أنه يحرر على ورق عادي. شنو معناها التنصيصات الوجوبية اللي يلزمها تكون موجودة في المطلب هذا؟ الوعي هو كيف يمكن اعتماد قانون حق النفاذ للمعلومة للوصول واستعمال المعلومة من أجل تطوير الحياة اليومية للمواطن. هذه النقطة التي أردنا العمل عليها من خلال هذه الورشات بغاية إعطاء القيمة لهذا القانون في تونس. الحكومات المفتوحة وبرنامج البيانات المفتوحة التي انطلقت تونس في اعتماده منذ سنة 2012 والهادف إلى تكريس الشفافية والمشاركة العمومية بالاعتماد على مجموعة من الآليات على غرار حق النفاذ إلى المعلومة، كانت من بين المواضيع المتناولة خلال هذا الملتقى. نحب نتعدي المرحلة أن كل شيء يكون موجود على مواقع الويب، ما نقتصرش فقط على تقديم مطالب نفاذ، وإنما ماذا بينا المواطن كيف يدخل على موقع ويب حكومي يلقى المعلومات متاحة في شكل سهل ومبسط وقابل للاستعمال لتحقيق الغاية من نشر المعلومة في جميع المستويات. نشر المعلومة على مواقع الويب هو التكريس الفعلي لحق النفاذ إلى المعلومة ويسر استعمال المعلومة، لكن هذا يتطلب تكريس ثقافة صلب الإدارة، والثقافة هذه تتطلب معناها إدارة تغيير، واللي تكون مصحوبة مجموعة من الورشات العمل التحسيسية التكوينية. كما مثل اليوم الدراسي فرصة لتبادل التجارب ومشاركة الأفكار والممارسات الجيدة وتقديم التوصيات العلمية لتعزيز تنفيذ الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس. في شأن القضائي، قررت الدائرة الاستئنافية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالية الإبقاء على الصحفي نور الدين بوطار المدير العام لإذاعة موزايكا فام الخاصة بحالة سراحن بضمان مالي قدره 1,000,000 دينار وتحجير السفر عليه وفق ما أعلنته الإذاعة. وتم إيقاف بوطار في 13 فبراير الماضي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 21 من ذات الشهر. وكانت عديد الهياكل النقابية والجمعيات والمنظمات أصدرت بيانات استنكرت فيها بالخصوص إيقاف بوطار وما اعتبرته تدخلا في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة. دوليا الآن، هدنة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اخترقت في يومها الثاني أو اخترقت في يومها الثاني بسماع دوي انفجارات وأزيز رصاص، ما يعقد الوضع السياسي ويفاقم معاناة السكان والهاربين من الحرب. أكدت وسائل إعلام تجدد الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة شمالي الخرطوم بحري وبالأسلحة الخفيفة في محيط منطقة المهندسين بأم درمان، وذلك في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر مراقبون أن الهدنة بين الطرفين المتنازعين قد تم خرقها منذ ليل الاثنين، وهي هدنة تمتد على مدى أسبوع ويخضع وقف إطلاق النار خلالها لمراقبة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الهدنة التي لوحت واشنطن بفرض عقوبات محتملة على الموقعين عليها في صورة خرقها كانت تهدف إلى السماح للمدنيين بالخروج من العاصمة الخرطوم وإدخال مساعدات إنسانية للسودان. مساعدات أطلق من أجلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء لتوفير موارد مالية إضافية لتلبية حاجيات الفارين من السودان إلى البلدان المجاورة، والذين بلغ عددهم وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة قرابة 320,000 شخص. المصدر ذاته أكد أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 1,000,000 شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل حدود السودان. قالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة الحربية التي تعرضت لهجوم وصف بالفاشل بواسطة
3 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور. يأتي هذا في وقت اتهمت فيه روسيا دول حلف شمال الأطلسي بالتورط في الصراع الأوكراني، محذرة من خطر نشوب صدام عسكري بين القوى النووية. بينما تستمر المعارك على الميدان بين القوات الروسية والأوكرانية، وفي وقت يؤكد فيه الكرملين أن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا، إما من خلال عملياتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى، جبهة أخرى للمعارك تفتح بين موسكو وكييف. وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم أن السفينة الحربية الروسية إيفان هورس تعرضت لهجوم وصفته بالفاشل بواسطة 3 زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور. وقالت الوزارة في بيان لها إن السفينة الحربية كانت تحمي خطي أنابيب الغاز ينقلان الغاز من روسيا إلى تركيا جزئيا عبر البحر الأسود. من جهة أخرى، أعلن حاكم مقاطعة بلغورود الروسية تعرض المنطقة المحاضية لأوكرانيا إلى هجمات عديدة بطائرات مسيرة أمس بعد توغل من القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي بالجيش الروسي تعاملت مع معظم الطائرات بدون طيار. تحذيرات روسية لأوكرانيا وجهتها موسكو على لسان وزير دفاعها بأن روسيا سترد بقسوة شديدة، كما قال، إذا تعرضت لمزيد من الهجمات التي يشنها مقاتلون يدخلون أراضيها من أوكرانيا. وقال الجيش الروسي أمس إنه دحر مسلحين هاجموا منطقة حدودية روسية بمركبات مدرعة في اليوم السابق. على صعيد آخر، وفي وقت يشهد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا تصاعدا بسبب حرب أوكرانيا، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم دول حلف شمال الأطلسي الناتو بالتورط في الصراع الأوكراني، محذرا من خطر نشوب صدام عسكري بين القوى النووية. في أخبار الرياضة، وبعد فوزه الطائرة، استقبل اليوم رئيس الجمهورية مولدية بوسالم هذا الفريق الشاب بقصر قرطاج وأثنى على المجهودات التي بذلها. لدى استقبالي لفريق مولدية بوسالم بقصر قرطاج إثر تتويجه بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة، أثنى رئيس الجمهورية قيس سعيد على مردود ومجهود هذا الفريق الطموح والذي نال بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ورفع راية الوطنية ليتأهل إلى كأس العالم، وذلك رغم ضعف الإمكانيات. أنتم أبطال لأنكم رفعتم الراية التونسية عالية، فقد حلقتم في الفضاء بالكرة الطائرة، حلقتم ورفعتم الراية التونسية عالية، فهنيئا لتونس بكم وبأمثالكم من الأبطال، بأمثالكم الذين يرفعون كل التحديات، وأنا على يقين من أنكم حتى بإمكانيات محدودة ولكن بإرادة غير محدودة ستفوزون في كل الملتقيات، ما دامت هذه الإرادة تحدوكم فأنتم قادرون بالفعل على النصر وتحقيق النصر ورفع الراية التونسية عالية. يذكر أن مولدية بوسالم فاز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بتونس مؤخرا، وسيشارك هذا الفريق الشاب في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة المزمع إقامتها بالهند في ديسمبر القادم. فرض نادي الإفريقي على الاتحاد المنسير مواجهة رابعة في سلسلة نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بعد الفوز عليه في المواجهة الثالثة التي جمعته مع عشية اليوم بقاعة رادس متعددة الاختصاصات ب 72 نقطة مقابل 68. وكان الاتحاد المنستيري قد حسم لفائدته الجولتين الأولى والثانية بقاعة المزالي بالمنستير في انتظار مواجهة رابعة ستدور بقاعة رادس. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء قبول الإثارة التي تقدم بها النادي البنزرتي ضد نجم المتلوي شكلا وأصلا، وذلك بعد تشريك نجم المتلوي 5 لاعبين أجانب في الوقت نفسه خلال المباراة التي جمعتهما يوم 14 من مايو الجاري، وبالتالي هزم نجم المتلوي جزائيا بهدفين دون رد. وكانت المباراة التي جمعت النادي البنزرتي بنجم المتلوي في إطار الجولة الثامنة
لمجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي احتضنها ملعب المتلوين قد انتهت بالتعادل السلبي. وتبعا لقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بهزم نجم المتلوي جزائيا أمام النادي البنزرتي بتغيير ترتيب مجموعة تفادي النزول قبل الجولة الختامية المقررة السبت المقبل. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. تباحث في انخراط المؤسسات الاقتصادية في مسار المسؤولية المجتمعية ودعمها لجهود الدولة، ومحافظ البنك المركزي يؤكد أنه خيار لا محيد عنه. للمساعدة على مجابهة الانقطاع المدرسي، وزارة التربية تتسلم من إيطاليا أكثر من 95 حافلة وشاحنة مخصصة لنقل التلاميذ والأكلات المدرسية. تجدد الاشتباكات في السودان بعد ساعات من الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ونداءات لتوفير موارد مالية إضافية لمجابهة شبح الكارثة الإنسانية. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.